يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. وحشتوني جدا. نعتذر الاسبوع اللي فات بس كانت حلقه مسجله لارتباطاتي ببعض الحاجات اللي كانت بره. النهارده حلقه مميزه جدا وبعتذر مش هقدر ازيع النهارده فيديوهات تعاش عشان الحلقه دسمه جدا، وان شاء الله باذن الله اوعدكم ان احنا هنذيعها الحلقه الجايه. خلونا ارحب الاول بالدكتور احمد عبد الله الشعراوي، اخصائي العلاج الطبيعي اللي دايما بينورني وبيشرفني في الحلقات وبستفيد منه بمعلومات كبيره جدا جدا جدا. يا مساء الفل عليك يا دكتور. مساء الفل يا استاذ محمد، منورني ومنور بكل روح رياضيه. الله يخليك، منوره بيك وبكل الموجودين في القناه. الله يخليك. طيب النهارده الحلقه عن اهميه عضلات البطن. لما كنت بتكلم مع الدكتور احمد قبل الحلقه اشمعنى عضلات البطن، قال لي انت هتكتشف حاجات في الحلقه ده اول مره تعرفها، او اللي بيشوفونا اول مره يعرفوها، لكن هي من اهم عضله او من اهم عضلات، وهي احنا هنعرف عضله ولا عضلات، هي عضله البطن لان هي مركز الجسم. صح كده يا دكتور؟ ذاكرت انا ولا ما ذاكرتش؟ لا مذاكر، بس هي يعني خلينا، هي مش عضلة البطن، ما اسمهاش عضلة البطن، اسمها عضلات البطن. عضلات البطن. آه أيوة. طب ليه عضلات؟ انا اسمع اللي انا اعرفه اللي هم الحاجات اللي اسمها السكس ايه ده، السكس باكس او الايت باكس، دي جزء من عضلات البطن اللي موجوده يعني، انما هم ده 8 عضلات يعتبروا. 8 عضلات؟ اه 8 عضلات مش عضله واحده. لا لا، هم 8 متوزعين على البطن. متوزعين بقى، متوزعين جزء عميق، جزء وسط، جزء سطحي. العميق دوت عضلتين، الوسط عضلتين، السطحي يعني عضلتين. يعني ايه عميق وسطحي؟ العميق دوت بتبقى عضله كده عامله زي الكرسيه اللي هو الحزام، ده واخدالي الترانك او الجذع كله بالعرض كده، ودي بتبقى اعمق عضله موجوده. بتبقى داخليه؟ بتبقى داخليه، مش ظاهره بره. لا مش ظاهره بره، دي بتبقى حاجه داخليه كده، وظيفتها ان هي بتبقى يعني اكبر وظيفه ليها بتبقى عامله لي سبورت للفقرات والعمود الفقري والحوض، دي بتبقى الوظيفه الاساسيه يعني بتاعتها. يعني عضله البطن الداخليه مش الخارجيه. هي سبورت للعمود الفقري. الفقر. طيب وظيفه عضله البطن ايه؟ انت بتقول لي مهمه مهمه مهمه، طب هي مهمه ولا من اهم لا هي مهمه جدا، مهمه جدا، من اهم العضلات اللي موجوده، وللاسف يعني معظمنا ما بينساها في التمرين، بينساها في ان هو يمرنها، ان هو يشغلها بشكل صحيح، ودي بتعمل مشاكل كبيره. مشاكل كبيره جدا. أوه. طيب وظيفه عضله البطن ايه؟ هي برضو اسمها عضلات بطن. عضلات البطن، وظيفه عضلات بس البطن، يبقى الكلام مظبوط. عضلات البطن يعني زي ما قلنا كده في الاول، ان هي بتبقى عامله لي سبورت للعمود الفقري وسبورت الاجهزه اللي موجوده جوه البطن، الجهاز الهضمي من كبد بقى المعدة لأمعاء لكلى، الكلام ده بتبقى مسؤولة عن الحفاظ على الأجهزة دي جوه، مع إن هي بتبقى مسؤولة عن دعامة العمود الفقري. يعني دي واقي للعمود الفقري. طب ما عضلات البطن هنا والعمود الفقري ورا، ايه اللي جاب دي؟ ما هي واقي ليه من قدام، وعضلات الظهر بتبقى الواقي ليه من ورا. البطن راكبه في الظهر، يعني كله مرتبط ببعض. قصدك في عضلات تاني تعتبر في البطن من ورا في الظهر؟ في الظهر بالظبط. في الظهر دي تبع برضو عضلات البطن؟ تبع عضلات البطن وتبع الظهر، يعني جزء منها تبع عضلات البطن، اللي هي العضله اللي عامله زي الكرسي او الحزام، دي بتبقى واخدالي من قدام وماسكالي ورا، محوطالي لحد ما تمسك في عضلات الظهر من ورا، فهي بتبقى عامله طيب دعامه من قدام ومن الجنب ومن ورا كمان. طيب هي دي الاهميه اللي موجوده في عضلات البطن، انها تكون واقي او سبورت للعمود الفقري بس؟ ده جزء. طب ايه تاني؟ انما ليها طبعا وظائف تانيه كتير، زي ان هي مثلا بتبقى بتساعدني ان انا اقوم من وضع النوم على الظهر لوضع القعاد على السرير. ان انا يعني عضله البطن هي العضله الرئيسيه في حركه ان انا مثلا بقوم وبقعد، الرئيسيه في ان هي تقومني من وضع النوم على الظهر لوضع القعاد. تمام. الوضع ده فقط ولا في اوضاع تانية؟ لا هو ده الوضع الاساسي، طبعا في اوضاع تانية ان هي تخليني اتقلب على السرير. تقريبا ده تمرين للبطن اصلا. نعم ده تقريبا تمرين البطن. بالظبط ده تمرين للبطن. ده تمرين للبطن اللي هو اصلا بقوم وبقعد للحركه. ده تمرين للبطن. طيب يبقى كده عرفنا ان هي داعم العمود الفقري، وفي نفس الوقت مسؤول عن حركه الجذع. حركه الجذع. الجذع ان هي تقومني او تخليني اتقلب في السرير. تمام. والتقليب ده طبعا ما يخليني اتجنب بقى كرح الفراش والمشاكل اللي بتحصل للناس اللي بتبقى عندهم مشاكل في التقليب. يعني لو عضله البطن عندي ضعيفه الحركه هتبقى صعبه. هتبقى صعبه
بالظبط. طيب في هل تقتصر على الموضوعين دول العمود الفقري؟ لا لا، ده هي ليها حاجات تانية ايه كمان. تاني؟ هي بت اصل انا بالنسبه لي عضله البطن دي الشكل السكس باكس بالبيتش لا الست السته ولا ثمانيه اللي هم بيبقوا اشكالهم دول. هو ده يعني اللي معظم الناس يعني واخده فكره عن ان هم بس السكس باكس او الايت باكس عند ناس تانية طب هو ايه بتبقى السكس 8. باكس وايه الايت باكس؟ يعني في ناس بتبقى عندهم العضله متجزأه بطريقه معينه 8 عضلات 6 و8 6 6 و8 عضلات و8 عضلات. مش 6 يعني 6 ست تقسيمات اللي هم ست ثلاث تقسيمات. شرايح ايوه اللي هم بالظبط، ست تقسيمات او اربعه 4 8 تديني 4 مش و4 ثابته اهي. 8. دي في ناس 4 و4 6 وفي 3 ناس و3 8. بالظبط. تمام. طبعا في دور تاني هي داخلالي في ان هي داخله في موضوع التنفس، والموضوع دوت عضلات البطن بتشترك فيه بصوره مهمه جدا. تنفس ايه؟ التنفس بتاعنا اللي هو مالها الشهيق ومال والزفير. التنفس؟ يعني التنفس ده رئة أنف شهيق زفير، إيه اللي جابه لعضلة البطن؟ لا، هو عضلة البطن أنا علشان أتنفس وأدخل هواء لازم يبقى فيه فرق ضغط، ضغط يبقى عالي في مكان وواطي في مكان. يعني الضغط بيتنقل من العالي للواطي زي ما قلنا، ضغط ايه؟ ضغط الهواء ولا ضغط ضغط الدم؟ الهواء وضغط الدم واي ضغط ميه. لو بنتكلم عادة اي ضغط بيبقى اي حركة بتمشي من الضغط العالي للضغط الواطي. تمام. عضلة البطن دي بتبقى مسؤولة عن تنظيم حاجة اسمها الانترا ابدومينال بريشر، دوت الضغط اللي موجود جوه البطن. عن طريق الضغط دوت لما عضلات البطن تقلل الضغط ده شوية، بحيث لما تيجي تتمدد شوية كده الضغط هيقل، فيقوم التنفس، يبقى الضغط فوق في الصدر أعلى من البطن، فالحجاب الحاجز ينزل لتحت. حلو، فاهم تمام. معايا؟ طيب عايزين نرفع الحجاب الحاجز لفوق، تنقبض عضلات البطن، تزود الضغط في البطن، الضغط دوت يزق الحجاب الحاجز لفوق، أخرج الزفير بتاعي. ودي بتبان أكتر في الفورسد اكسبيريشن، لما أنا أجي أكح حركة زي لا، دي كده. انت وصلتني النقطة، أيوه. بس النقطة دي ليها شقين، هاخد منها الشق الأولاني. الست الحامل بعد ما لو تولد قيصري بتبقى فاتحة البطن من تحت، فعضلات البطن هنا مش واخدة وضعها الطبيعي، بالظبط، بتبقى في التنفس صعب، بتبقى ضعفت، بيأثر على التنفس وبيأثر لي على العمود الفقري بتاعها، بيعمل لي ألم في العمود الفقري وبيعمل مشاكل تانية طيب بخلاف الألم تنفس عمود. أهم التنفس وسبورت للعمود الفقري، وهي العضلة الرئيسية لأن أنا بقوم من النوم أو بقعد، اللي هي إن الجذع أنا زي ما أنت أيوه بتقول. بالظبط. طب إيه تاني؟ مسؤولة كمان على إن هي تنظم الدورة الدموية بتاعتي، سبحان الله. ودي برضو يعني إيه بس بتنظم الدورة يعني إيه؟ الدموية؟ يعني أمال الشرايين، ما في شرايين، في في أوردة، شرايين في وفي أوردة وفي الكلام ده كله، وفي دم موجود جوه الحاجات دي. وقلنا الدم علشان يمشي بسهولة لازم يبقى فيه ضغط عالي وضغط واطي. الضغط العالي يزق الدم ناحية الضغط الواطي، فده يساعد الدم ان هو ايه يتحرك بسهولة. ازاي؟ انا لما عضلات بطني تبقى قوية تبقى عاملة لي الانترا ابدومينال بريشر اللي هو الضغط اللي جوه البطن بتاعي يبقى عالي. تمام. انا تمام الضغط عندي عالي، يبقى انا الضغط دوت ضاغط لي على الاورده. ثواني عشان بس اللي يسمعنا ما يفكرش ضغط كضغط لا كمرض. لا، مش ضغط شرايين، مش الضغط اللي احنا بنقيسه، لا، دي في حاجه اسمها الانترا ابدومينال بريشر، دوت ضغط موجود جوه تجويف البطن، يعني ضغط معين كده، ضغط عضلة البطن ضغط عضله البطن عامله لي هي ضغط على البطن مثلا بشكل معين. بالظبط، ضغطالي على الاورده وعلى زي ما قلنا الاجهزه اللي جوه الامعاء والحاجات دي بضغط معين، ضغطالي عليهم بضغط معين. الضغط دوت بيساعدني ان يبقى الضغط فوق في البطن اعلى شويه من اللي موجود في الصدر. فلما يبقى الضغط تحت عالي وفوق واطي، الدم هيتنقل من الضغط العالي للواطي، يبقى انا الدوره الدمويه بتاعتي من تحت لفوق تمشي بسهوله. اللي هو الدم لما يطلع لي من الرجل للقلب، ومن لما يطلع من الرجل للقلب وبعد كده من القلب للأورطة، والأورطة يوزع للمخ وللعين والحاجات دي، لما العضلات تبقى قوية يساعد الدم دوت يساعد ان هو يطلع من الضغط العالي، يمشي بسهولة من الضغط العالي من البطن للضغط الواطي اللي هو بيبقى في الصدر،
فالدم يوصل للقلب من العالي الواطي بسهولة، وبعد كده القلب يبدأ بقى يوزعه للرئة، ومن الرئة يبقى بتساعد على سهولة الضخ، الدورة الدموية، الدورة ضخ الدموية الدورة الدموية بتساعد، بس هي مش بتساعد. لا، وأساسية. وأساسية. طبعا أساسية في الموضوع ده. لو ضعيفة الدورة الدموية عندي بتتلخبط، بتبقى الدورة الدموية ماشية بصورة مش مظبوطة، فحتى ممكن تلاقي الشخص لما يجي لو عضلات البطن بتاعته ضعيفة، لو جه مثلا من وضع النوم لوضع الأعاد، من وضع الأفق لوضع الرأس دوت، تلاقيه يقول لك أنا استنى، أنا انا دخت، دخت، أنا صح. عندي دوخة. ده ليه؟ لأن الدورة الدموية عنده مش مظبوطة، العضلات البطن ضعيفة، فمفيش ضغط يزق لي الدم لفوق ليوصله لحد المخ، فتلاقيه على طول الدم بتاعه مش يعني واصل كويس، يدوخ. طيب، ده سبب اساسي لده، ولا ده سبب من الاسباب؟ لان عشان ده بس سبب مهم، سبب مهم. ده لما انا سبب مهم. احيانا كتير من وضع حركه لوضع حركه بدوخ مثلا، او عيني بتزغلل، بيحصل اضطراب لحاجه معينه، لا، فهل ده سبب عضله البطن، ولا عضله البطن جزء من بعض الاسباب دي؟ جزء عشان مهم قوي من بعض الاسباب دي. من بعض الاسباب دي. جزء مهم مش جزء عادي. طيب ايه تاني؟ تاني ده ما سابتش تانية حاجه في الجسم كده، نعم. ما سابتش حاجه في جسم الانسان كده. لا، ده هي سبحان الله، هي حتى اسمها الكور ماسلز. الكور ماسلز اللي هي العضلات الاساسيه للجسم، اللي مثبتالي الجسم كويس في بعضه، مثبتالي الضلوع، هي ماسكالي من الضلوع للحوض، فمسكالي الضلوع في الحوض في الفقرات، فده كله هي مسؤوله عنه بشكل اساسي. عضلات تمام. البطن من قدام هو صندوق كده، خلينا نقول ان هي عامله زي الصندوق، الكور ده اساس دعامه الجسم بتاعي، او الكور عباره عن صندوق، من قدام بيتكون من عضلات البطن، من ورا بيتكون من عضلات الظهر، من فوق بيتكون من عضله الحجاب الحاجز اللي هي عضله التنفس، وناخد بالنا من الموضوع ده، ومن تحت عضلات الحوض. يبقى انا كده فوق الحجاب الحاجز، تحت الحوض، قدام البطن، البطن، ورا الظهر. الظهر، صندوق. فلازم الصندوق ده يبقى مقفول كويس. طالما الصندوق ده مقفول كويس، يبقى انا راجل جسمي ثابت كويس وشغال بصوره سليمه ومظبوطه. طيب حصل اي خلل في الصندوق ده، حصل بقى ضعف في عضلات البطن، حصل ضعف في عضلات الظهر، حصل ضعف في عضلات الحجاب الحاجز لعضله التنفس، يحصل خلل، عضله التنفس تعمل تنفس. لي خلل في ثبات جسمي، عضله الحوض، عضلات الحوض لو حصل فيها ضعف او خلل تعمل لي خلل في ثبات الجسم وفي دعامه الجسم، يبقى جسمي مش ثابت. يعني اللي انا افهم الكلام كده، ان هي عضلات البطن، عضلات البطن مش عضلات، عضلات، عضلات ايوه البطن بالظبط، هي العضله المركزيه، ولا العضله العضلات المركزية العضلات المركزيه للجسم، للجسم. هي مركز الجسم بمعنى اصح، من نقدر ناحيه نقول، العضلات نقدر ولا من نقول، ناحيه كل حاجه؟ لا، من ناحية العضلات. من ناحيه العضلات، مركز الجسم. طب في ليها اهميه تانيه؟ أهمية تانية بقى إن هي بتساعدني في عملية الإخراج بقى، لما أخش التواليت مثلا وأحب إن أنا أعمل الإخراج، سواء برضه بول أو براز أو كلام من ده. هسألك السؤال المهم، عملية الإخراج دي، ده جهاز هضمي جهاز هضمي هو اللي مسؤول عنها. هي مالها؟ ايه علاقة البطن؟ زي ما قلنا علاقة البطن في الموضوع دوت، بيبقى داخل في حتة ضغط البطن الداخلي، ان عضلات البطن لما تنقبض قوي، لما اجي ادخل الحمام انا بعمل انقباض جامد في عضلات البطن، تزود لي الضغط الداخلي في منطقة البطن، الضغط دوت يضغط بقى على المستقيم يخرج لي البراز، او يضغط على المثانه فينزل لي البول. طيب نكمل، بس ناخد اتصال. اتفضل. فتحي، مساء الفل. انا مساء الخير يا فندم. مساء الفل عليك. بستاذن حضرتك، بس انا عندي شد عضلي في البطن لما اتحرك حركه معينه كده، او يعني معاك معاك بيبقى شكل شديد قوي وصعب، يعني انا عندي السكر والضغط. بيحس بشد عضلي في البطن. خليك معانا بس عشان لو عايزين بعض الأسئلة والمعلومات تجاوبنا عليها. بيجي له شد عضلي في عضلة البطن قوي جدا لما بيتغير من حركة لحركة، وهو عنده ضغط وسكر. السن قد ايه يا فتحي؟ عندك كم سنة يا فتحي؟ عندي 58.
ما شاء الله. الوزن الطول الطول عامل الوزن ايه والطول عامل ايه؟ الوزن يعني متوسط والطول متوسط برضه. والطول متوسط. الشد اللي في بطنك دوت بيجي لك امتى بالظبط؟ في انهي في انهي وضع؟ لما اكون مثلا نايم واتحرك حركه يعني يمين شمال او واجي ارفع نفسي مثلا على حاجه اطلع عليها بتاع يقوم شدد العضله. حاجه تطلع عليها ازاي؟ زي عقله مثلا او كده؟ سلم يعني مثلا برفع نفسي مثلا على عربيه بتاع كده. هو واضح من كلامك كده ان الشد دوت بيحصل، العضلات عندك مش قويه قوي، انت عايز تقوي شويه عضلات بطنك، عشان لو العضلات قويه مش هيحصل الشد دوت، بيحصل عشان ضعيفه فبتقوم. طب مش ممكن الشد ده حصل نتيجه حركه غلط او نتيجه مجهود غلط؟ مجهود غلط. ما طب انت بذلت مجهود بقاله قد ايه الشد ده عندك يا فتحي؟ لا هو بقاله فتره، بقاله بتاع دايما سنه كده ولا حاجه. سنه. طب يعني الشد ده ظهر بعد مثلا بذلت مجهود او شلت حاجه غلط ولا لوحده؟ لا ما هو بقول لك نتيجه الحركه، يعني مثلا بتحرك كده انقل نفسي مثلا. ايوه ايوه مجرد لا هو نتيجه الحركه يعني، مش نتيجه الحركه. ملوش سبب حاجة. ماشي اسمعنا من التليفون. لو صحيت ممكن يحصل لي شد برضه. طب انت عندك اي مشاكل في التنفس يا فتحي؟ التنفس عندك صعب شويه ولا حاجه؟ لا عادي عادي. ما فيش الم بيجي لك كده قدام في منطقه المعده كده مثلا ولا حاجه؟ دايما ما تبقاش عارف ايه سبب الالم دوت؟ لا هو بس ممكن يكون حرقان مثلا بتاع مش على طول يعني. طيب بالنسبه للتبول عندك، بتقدر لما تتزنق في حمام بتقدر تمسك نفسك ولا ممكن المايه تسبقك؟ لا عادي، لا بتسبقني المايه طبعا لما يكون الواحد عايز يعمل حمام. يعني بتقدر تمسك نفسك وتتحكم في نفسك لو انت في مكان ما فيهوش حمام؟ اتحكم. تقدر تمسك في نفسك كويس ما فيش اي طيب هو يعني الموضوع اللي عندك دوت بس بيبقى واضح كده ان انت يعني عضلات البطن عندك ضعيفه شويه، فعلشان تقوم او تتحرك او كلام من ده بتعمل مجهود زايد شويه بسبب الضعف اللي موجود ده، فانت لو قويتها الضعف الشد دوت هيختفي تماما. يعني هي كمان عايز اقول ان عضلات البطن دي بتبقى مسؤوله عن ان انا الف يمين وشمال، يعني انا مفيش انسان بيبقى ماشي ستريت كده على طول في وشه، لا ممكن ياخد رايت تيرن يلف يمين يلف شمال، فطبعا في جزء من عضلات البطن مسؤول عن ان انت تلف يمين او تلف شمال، فانت ممكن تبقى المشكله عندك لما بتلف يمين مثلا يبقى عندك مشكله في جزء معين من عضلات البطن، احنا قلنا ان هم 8، الجزء المسؤول عن اللف ناحيه اليمين ده في عضلات البطن هو اللي عندك ضعيف شويه، فلذلك لما تيجي تلف يمين تحس بالشد اللي بتقول عليه ده ناحيه اليمين، او لو انت بتلف شمال وحسيت بالشد ده ناحيه الشمال يبقى انت عندك الجزء اللي مسؤول عن لف الجسم شمال هو اللي فيه الضعف، فهو اللي بيشد لما تيجي تلف شمال. طب لو انت بتقوم، لو انت بتقوم كده او بتشد نفسك على حاجه ممكن وحسيت بشد، الشد دوت في العضله اللي قدام هي اللي بتبقى مسؤوله عن ان انا اقوم قدام كده، ف تبقى هي دي العضلة الضعيفة عندك وهي اللي عايزة تتقوى. طبعا اللي هيبقى اللي هيقول لك على التقوية المظبوطة لأني جزء في عضلات البطن الضعيف وهو اللي عايز يتقوى، طبعا دكتور علاج طبيعي بيشوف الحاجات دي بيخليك تلف كده وتلف كده وتقوم وتشد يبقى انصحك ان انت تروح لدكتور علاج طبيعي كاستشاره سريعه او كشف سريع يعرف المشكله فين بالظبط. معانا مدام منى. مساء الفل مدام منى. مساء النور يا فندم. مع حضرتك هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك يا دكتور كنت عايز اسال حضرتك، القيصريه بتضعف العضلات؟ طبعا بتضعف العضلات. عضلات البطن طبعا. ايوه. طب دلوقتي يا دكتور لما انا ولدت قيصري فطبعا خلاص يعني العضلات عندي تقريبا اتدمرت. في نفس الوقت انا رحت للدكتور اللي هو بتاع جراحات السمنه ده عايز يفتح لي بطني من الاول للاخر علشان يشيل يقوى عضلات البطن، فانت راي حضرتك ايه؟ يفتحها يعني ايه يفتحها من الاول للاخر؟ ممكن تكون عمليه شد. بيقول ان هو عايز من العظمه للعظمه علشان اللي هو هيخيط العضله بتاعت البطن.
هو حضرتك ولدت كم وانت مرة؟ قيصري؟ ايوه ولدت كم مرة؟ 3. 3 مرات قيصري؟ تمام. في ولادة طبيعية معاهم ولا كله قيصري؟ لا، هما 3 قيصري. طيب طيب، السؤال الثاني بقى يا دكتور، اتفضل. دلوقتي انا عندي الضغط ساعات يعلى، وفي نفس التوقيت يعني ما فيش نص ساعة يوطى تاني. يعني ضغط اخد، متذبذب. انا يعني ساعات باخد دواء للضغط العالي، وبعد كده ارجع اخد تاني اعناق وكبتون، وبعد شويه الاقي الضغط خلاص، يعني اللي هو ايه، وقتي تاني. طب انا مش عارفه اعمل ايه يعني في الموضوع ده. بيعلى كام وبيوطى كام؟ والله يا دكتور مش عارفه، بيوصل عندي، بيوصل 130 130 140 130 140 السن، السن قد ايه؟ 50 مستني 50. 140 فوق. طب وتحت يعني 140 على ايه؟ على كام؟ بيوصل، بيبقى 90. لا طبيعي. ده طبيعي، مش عالي، ده ضغط طبيعي. ده ضغط اللي طبيعي. هو 140 ده؟ مش عالي، عادي. هو 120 80 ده النورمال، يعني فوق 10 تحت 10 مش مؤثر. هو يعني هاي نورمال، بس نورمال برضو في الاخر يعني، فما فيش اي مشاكل. ايه سؤال تاني؟ انت لو عايزه تظبطي الموضوع، لو عايزه تظبطي طبعا موضوع الضغط دوت. لا يا دكتور، الف شكر، وانا هقفل بقى طب عشان اسمع من حضرتك. اتفضل. ماشي. طب نجاوبها ولا ناخد اتصال؟ ماشي، زي ما ناخد الموهبه. ام موهبه، مساء الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. بص حضرتك، كان عندي دلوقتي سمنه في البطن. سمنه في البطن. وفي كرشه نفس يعني شبه مستمره، وضغطي بيبقى على طول 110. ولما بيزيد بيبقى 120، وبيبقى عندي شخير اثناء النوم. هل سمنه البطن بتبقى هي اللي عامله الشخير اثناء النوم؟ تمام. اي سؤال تاني؟ لا شكرا يا دكتور. طب ممكن تسمعينا من التلفزيون؟ طيب نجاوب مدام منى. الثلاث عمليات قيصريه، هل هي كده عضلات بطنها اتدمرت؟ وهل العمليه اللي مطلوبه منها انها تعملها بيقول هيشد عضلات البطن بطريقه معينه، هل هي بتسال هل دي صح او الافضل ليها ايه؟ ولا في بدايل تانيه تعملها؟ بالنسبه للمدام اللي هي ولدت 3 مرات قيصري دوت، فطبعا عضلات بطنها ضعيفه. احنا ممكن نبدا الاول بان احنا نعمل علاج طبيعي لمنطقه البطن، بان احنا ما نخشش في الجراحه على طول. ممكن بنستخدم تيارات كهربائيه معينه، الفرادك، حاجه زي الفرادك كده، دي بتبقى تيار كهربي لتقويه عضلات البطن. بيبقى دوت خاص بدكتور العلاج الطبيعي، بيحط لك الكهرباء معينه بطريقه معينه على عضلات البطن، بتقوي لي العضلات مع التمارين. الحاجات دي بتجيب نتائج كويسه جدا، بس طبعا مع حضرتك ممكن هتاخد وقت شويه، علشان طبعا ثلاث مرات، مرات. اكيد العضلات ضعفت بشكل كبير شويه. قبل ما نلجأ للجراحه، نجرب اللي هو طبعا نعمل كهرباء على عضلات البطن وتقويه لعضلات البطن. ان ما نفعتش ممكن بعد كده ان احنا نشوف بقى موضوع الجراحه دوت، وما نخشش فيه على طول يعني. طيب اخد محمد من القلوبيه، وبعد كده نجاوب على ام هبه. محمد، مساء الفل. مساء الفل عليك. مساء الفل عليك. حضرتك عايز اسال، ازاي احافظ على عضلات البطن؟ ازاي احافظ على عضلات البطن؟ انت رياضي ولا مش رياضي؟ رياضي، وبمارس رياضة. بتلعب ايه رياضة؟ في كرة قدم وساعات جيم. تمام. يعني. السن قد ايه والطول السن. والوزن؟ 18 سنة. السن كم؟ 18. 18 سنة. الطول؟ لا مش، معرفش صراحة. الوزن طب يعني الطول والوزن متناسق؟ يعني الوزن حوالي 72. يعني الطول مع الوزن متناسق ولا في شويه؟ ايوه تمام، هو متناسق يعني. يعني الشيب رياضي. الشيب رياضي. طيب اسمعنا من التلفزيون يا حمام. طيب ام هبه بتقول عندها سمنه في البطن، وهل دي بتاثر عليها كشخير والحاجات دي؟ تمام. احنا والتنفس، وعندها كرشه نفس. تمام. احنا في بدايه الحلقه قلنا ان عضلات البطن بتبقى داخله معانا في موضوع التنفس. طيب انا دلوقتي داخله معايا ازاي في موضوع التنفس؟ انا لما باخد نفس، المفروض ان الحجاب الحاجز لازم ينزل لتحت كده شويه، ولما بخرج النفس الحجاب الحاجز يطلع لفوق. تمام. طيب انا دلوقتي علشان ينزل كده،
بيزق لي لما ينزل كده، بيزق عضلات البطن قدام شويه، وبعد ما تخلص اخدان النفس موضوع الشهيق دوت ينتهي، عضلات البطن تقوم زقالي لورا ترفع لي الضغط، البطن الضغط ضغط دوت العضلات، عضلات البطن تزق لي لورا تاني، تقوم ترفع لي عن طريق فرق الضغط، تعليل الضغط تحت الحجاب الحاجز يعلى، فيقوم الضغط دوت يرفع الحجاب الحاجز لفوق فأخرج النفس. طيب أنا لو عندي سمنة في البطن أو في دهون متكونة في البطن، فالحجاب الحاجز لما أجي أخد نفس كده مش بصعوبة هينزل، هيبقى في بصعوبة. حاجة صداه، السمنة اللي هتبقى موجودة في البطن دي مش هتخليه ينزل بشكل مظبوط. طيب النصيحة، فهتلاقيكي دايما في كرشة النفس زي ما بتقولي الكلام ده. فنصيحة طبعا ان احنا لازم ننزل الدهون اللي موجودة في البطن دي اهم يبقى حاجة. في علاقة ما بين الاثنين، ايوه الدهون اللي في في الكرش علاقة دي بين هي دهون الكرش، مسببة كرشة النفس ومسببة ده علاقة الصوت اساسية. أثناء النوم. طيب بالظبط. اخد هنجاوب على محمد بس بعد ما اخد هام. هام مساء الفل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام. وبركاته. بقول لحضرتك ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك اتفضلي. ايوه، انا ولدت طبيعي بس مشكلتي في بطني، بس جسمي ومعطولي كويس، بس هي المشكله في بطني بس اللي هي عاليه. اللي هي في كرش. عاليه. ولدت طبيعي كم مره؟ ما بقدر. نعم. لا، والده طبيعي كم والله مره؟ كم دلوقتي مره؟ ربنا ما عرضنيش. لا، كم هي مره واحده، مره واحده؟ هي مره واحده. وعنده يعني 2 سنين و7 شهور. عايز السنه او اي معلومات؟ لا. او عايزه استاذنك في حاجه، انا عايزه رقم تليفون حضرتك او العياده بتاعت حضرتك. حاضر، هننزل الارقام على الشاشه، يعني بعد ما اخلص المكالمات هتنزل ارقام وعناوين طب العياده للدكتور. انت يا مدام الارقام هيام، على الشاشه على فكره. بالنسبه للتحكم في البول عندك، هل بتمسكي نفسك كويس لما تتزنقي في الحمام وكده، ولا ممكن البول يسبقك؟ لا، يعني بيحزقني وبقوم كذا مره بالليل عادي، بس بتقدري بس تمسكي خدت نفسك ولا؟ اعشاب وتعب الجنابي، يعني كنت ماشيه مع حاليا في اعشاب وتعب الجنابي دلوقتي، بس ماشي. انت بطلتها بقى. بالنسبه لموضوع حمام المايه، بتقدري تمسكي نفسك لو اتزنقتي؟ يعني انت لو في مكان عام و بقدر امسك بتمسكي نفسي. نفسك، البول ما بينزلش منك ولا بيحصل كلام منك؟ لا لا، بقدر امسك نفسي. تمام ماشي. تسمعينا بس من التلفزيون؟ اخد مدحت. مدحت مساء الفل. مدحت مساء الفل ابو الكبات، اهلا بيك يا غالي. استاذنك بس وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. معاك يا مدحت. مع حضرتك يا كابتن. معاك سؤالك يا غالي. انا صديق البرنامج يا كابتن، كل حلقه بكلم حضرتك دايما على ده طول. على راسي وتشرفني. انا مدحت من الدقهلية، حكم كوره كلام ده الحلقه اللي فاتت. فاكرك يا غالي، انت اللي حكمت المباراه انت اللي حكمت المباراه النسائيه وبعد كده ما حكمتش تاني. لا، عندي ماتش بكره. عندك ماتش نسائي ولا شباب؟ لا، مش نسائي يا كابتن. لا، شباب. ايه؟ شباب يا كابتن، مش نسائي، شباب. بالتوفيق دايما يا ابو الكبات. ربنا يكرمك يا رب، احفظك من نور الشيخ ده من رب يا كابتن. الله يخليك، الله يخليك، ده شيء يسعدني ويشرفني حبيبي. ربنا يكرمك، وكل حلقه دايما بتتنوع، يعني مواضيع جديده جدا ومواضيع هامه الصراحه، يعني الله يخليك جدا برنامج والله. الله يخليك يا كابتن مدحت، ويسعدني اتصالك دايما. ربنا يكرمك يا رب، ربنا الله يخليك. تحياتي. سؤال بس يا دكتور لو سمحت. اتفضل اتفضل. انا دكتور حكم كره قدم، فكنت كان نفسي بس في مكمل غذائي كويس، ملوش اي اضرار، ملوش اي اعراض جانبيه، لان دايما بيحذرنا من المكمل الغذائي والكلام ده، دايما يحذرك من المكمل الغذائي. فانا خايف اخد اي نوع او اي حاجه، انا مش لا اضرار او لا حاجات اعراض جانبيه او لا ثبات وكده. فانا عشان ما اضرش حضرتك واطول على البرنامج، انا هقفل واسمع حضرتك من التلفزيون عادي. طيب عايز منه اي معلومات؟ لا لا. ماشي يا كابتن مدحت، نورني، وسعيد باتصالك دايما، وسعيد باتصالك دايما، وسعيد ان انت من اصدقاء البرنامج يا كابتن مدحت. ربنا يكرمك يا كابتن، وده من ورا الشاشه حبيبي. تحياتي يا غالي، تحياتي. طيب نجاوب على محمد، احنا كده وصلنا لمحمد. ازاي احافظ على عضلات البطن؟ احافظ على عضلات البطن طبعا. انا قبل ما اقطع، لو في حاجه محتاجه رسم، احنا جاهزين بالسبورة وجاهزين برسومات، يعني انت لو عايز تجاوب على الاسئلة على الرسم علشان يبقى الشرح اوضح، احنا جاهزين، ما عنديش مشكلة. عايز نجاوب عادي نجاوب عادي. طيب نجاوب وبعد كده نبقى نخش في موضوع الرسم تمام. يعني الدنيا بالنسبة لعضلات البطن طبعا هتحافظ عليها بان انت دايما يعني بتمارس تمارين البطن، يعني انت
ما تهملهاش. طب لو حد ما بيلعبش رياضه، هو رياضي، اه هو رياضي، لو ما حدش بيلعب رياضه، ما بيروحش جيم، ما بيروحش، ما يعرفش تمارين رياضيه، ست البيت اللي قاعده في البيت، اللي بيجي من شغله بيمارس رياضه، انصحه ازاي ان يقوي عضلات بطنه او يحافظ على عضلات بطنه؟ حلو قوي، ان هو دايما شافط لي بطنه دايما وهو قاعد وهو واقف وهو ماشي، شافط بس، شافط بطنه بس ما يوقفش نفسه. يعني انت شافط البطن، طب دي صعبة على فكرة. هي صعبة في الأول، إنما لما يمارسها كده هتلاقي. طب ما فيش تمرين معين مثلا يطلع سلم ينزل سلم يقعد كرسي؟ هو ده يعني دي أبسط حاجة، أنت بتقول اللي هو قاعد يعني كده كلام، من طلوع السلم ونزول السلم مش هيركز قوي على عضلات البطن، يعني بديله حاجة سهلة إنه تبقى متركزة في عضلات البطن، ان انت تبقى شافط عضلات بطنك وانت قاعد وانت واقف وانت ماشي. كان زمان اقول لك لا ما تشفطش بطنك، انت شافط بطنك ليه؟ ده غلط. لا ده مش غلط، بالعكس ده انت مشغل عضلات بطنك على طول وشددها كويس. يعني انا هقول لك على حاجه مثلا، لو كل يوم الصبح او قبل ما ينام 20 مره مثلا حرك، انام قعد نام قعد نام قعد، هل ده مش تمرين بطن ولا هيبقى صعب على اللي مش رياضي؟ هو طبعا صعب على اللي مش رياضي، وانا بس بالنسبه لموضوع البطن دوت، يعني هو مشكلته ان هي تبقى لازم تبقى ماشيه بترتيب معين، يعني ترتيب ما ينفعش معين. ان انا اقول له نام وقوم نام وقوم نام وقوم، اعمل بلانك اعمل مش عارف، لا ده هي المفروض ان انا بقوي العضلات اللي هي العميقه الاول في البطن، بعد كده بقوي العضلات اللي هي سطحيه شويه، بعد كده بخش على السطحيه اللي بره خالص. انما انا لو قلت له قوم نام وقوم، مفيش تمرين ثابت، مفيش تمرين ثابت طبعا، مفيش تمرين ثابت. فدي ممكن تعمل له الم في ظهره كمان، ودي حاجه بنلاحظها في الجيم لما تلاقيه يجي يلعب عضلات تقول لك ظهري وجعني، يمسك ظهره. طب يبقى انا كده بنصح محمد او غير محمد، محمد رياضي يمارس عضلات تمرينات عضلات البطن اللي هو متعود عليها، وكده كده رياضي. الغير رياضيين يشفطوا، يحاول ان هو دايما يبقى شافط لي عضلات بطنه بس ما يوقفش التنفس، ما يوقفش النفس، النفس شغال وانا شافط عضلات البطن، زي ما يكون حد بيقول له انت ليك كرش بيسحبه لجوه. بالظبط. طيب عندنا، انا معايا مكالمات كتيره جدا على فكره، بس نرد على هيام. هيام بتقول ولدت طبيعي مره واحده وعندها كرش في صح كده؟ وعندها كرش. بص يعني طالما في كرش فدوت ممكن يبقى بسبب ان في عضلات البطن عندك ضعيفه، عضلات البطن ضعيفه وانت مره واحده فيعني مش هتبقى ضعيفه قوي، فلو مارسنا ان احنا عملنا تمارين لعضلات البطن طبعا بالترتيب المظبوط اللي اتكلمنا عنه، عضلات بطنك هتشد بسرعه جدا ومش هيبقى فيه اي مشاكل. ممكن كمان ان احنا نستخدم كهرباء لعضلات البطن كده، بره بيستخدموها في البيت عادي، بيركب جهاز الكهرباء النبضات على عضلات البطن بيشد عضلات البطن مع التمارين، الدنيا بتبقى مظبوطه يعني ما فيهاش اي مشاكل. طيب مدحت، كابتن مدحت الحكم حكم كره قدم، بيقول لك انا عايز نظام غذائي غير ضار. هو بيقول عايز مكمل غذائي. مكمل غذائي ولا نظام؟ مكمل غذائي. انا مكمل غذائي ماشي. انا سمعتها، ولا هو ولا قال نظام؟ انا اللي جه في دماغي مكمل يعني. طيب نقول نظام ونقول مكمل. مكمل، هو قال مكمل، نظام بيبلغوني قال مكمل. مكمل. بص يعني خلينا يعني ايه نبعد عن المكملات دي، مش عايزين نخش فيها، هي يعني مشكلتها في ان انت تجيبها من سورس موثوق منه. على حاجه، في مشكله في الرياضيين اصلا اللي بيلعبوا رياضه خصوصا كره القدم والحاجات دي، احيانا بيجي ياخدوا لهم تحليل منشطات، ففي بعض المقويات او بعض المكملات بتيجي تظهر معاهم في التحاليل فبيتوقف او بيتشطب، لان كده بالرغم ان هو واخدها لشيء ايجابي مش لشيء سلبي. فهو عايز مكمل غذائي طبيعي لا يضره في تحليل ولا يضره في اي شيء. مكمل غذائي طبيعي يعني يقصد ان هو مش هيبقى طبيعي بقى، هيبقى اللي هو بنشتريها من صيدليه او كلام من ده، يعني هيخش بقى في حته يعني يعتبر برضو كده ميديكيشنز، يعني دخل في حته ادويه شويه. طيب علشان الطبيعي اللي هو هيبقى الاكل. طيب اتمنى بس من كابتن مدحت يتصل برقم الدكتور اللي موجود على الشاشه وهو هيجاوبك بكل وضوح على ممكن عشان في اسماء ادويه. معانا ماهر. ماهر مساء الفل. ماهر حضرتك يا فندم، حضرتك سامعني؟ سامعك، معاك. بشكر حضرتك جدا
جدا للبرنامج المفيد ده، كتر ألف خير حضرتك. الله يخليك، أنا آسف على التأخير بس عشان كنا بنجاوب أكتر من اتصال. الله يبارك فيك والله، ربنا يعينك. الله يخليك، الله يخليك. هو سؤال بس، إن أنا عندي ابني سنه 5 سنين. 5 سنوات. خمس سنوات. العظم بتاع القفص الصدري بتاعه متباعد، فده أدى لأن بطنه علت قوي بشكل غير طبيعي، كأنها كرش يعني. تمام؟ الإيه معلش؟ العظم بتاع القفص الصدري متباعد. فبطنه عالية، تحس إن في كرش كبير. تمام؟ لما رحنا كشفنا، الدكتور عمل له أشعة على العمود الفقري، قال الحمد لله مفيش حاجة، لكن روح الدكتور بطنة، رحنا لدكتور بطنة بي، فعمل له التحاليل للطحال عشان يطمن يعني على الطحال بتاعه، ومجموعة تحاليل تانية، لا كل التحاليل كويسة، لكن هو طلب مننا تحاليل دورية نعملها ليه عشان نطمن إن الطحال مفيش مشاكل منه يعني. تمام؟ فهو قال لازم يعمل علاج طبيعي ولازم يعمل تمارين عشان يقوي عضلات بطنه. تمام. هل حضرتك شايف ان حاله زي كده تنفع ليها علاج طبيعي ولا التنفس عنده كده؟ التنفس عنده اخباره ايه؟ التنفس كويس، هو التنفس كويس جدا الحمد لله، ما فيش اي مشاكل في التنفس. هو في مشاكل بس يعني ما اعتقدش طبعا البطن، لان هو عنده بيجيله التهابات مثلا في الجيوب الانفيه، عنده حساسيه من الاتربه، بيبقى الموضوع لحظي يعني، انما غير كده بياخد نفسه عادي، ما فيش اي مشاكل خالص. تمام يا دكتور. تمام حضرتك. تمام خلاص. نجاوب. طب تسمعنا من التلفزيون؟ ابنه 5 سنوات، عنده القفص الصدري بعيد عن بعضه شويه، فمأثر على عضلات البطن. هو تباعد عظم العمود الفقري دوت بيبقى ايه يعني؟ عمود فقري ولا قفص صدري؟ سوري، القفص الصدري دوت بيبقى يعني ايه، حاجات خلقيه احنا ملناش دعوه بيها، مش هنقدر نعمل فيها حاجه. انما بالنسبه للكرش الموجود دوت بيجي لأي دكتور علاج طبيعي خاص بقسم الأطفال، بيديله تمارين معينة لعضلات البطن، بتشد عضلات بطنه وبيرجع طبيعي ومفيش أي مشاكل خالص يعني. تمام كده؟ طب احنا كده خلصنا كل الإجابات على الأسئلة. نشوف الصورة دي إيه، أنت عمال تقول لي عضلة البطن. نقوم على السفورة ناخد الأقلام. ماشي ماشي ماشي، اتفضل. طيب اولا هنقف، ماشي نقف هنا كده. طيب انت بتقول لي دي المفروض مكان عضله البطن، عضلات البطن. عضلات البطن. طيب انت بتقول لي دي بتبقى حاميه الاجهزه دي. طيب اشرح لنا حاميها ازاي والاهميه لعضلات البطن هنا، علشان اللي متابعينا يفهموا الموضوع ماشي ازاي. طيب عايز قلم؟ ممكن قلم، اتفضل. احنا زي ما قلنا ان دي الرئتين اهي. تمام. دي الرئه اليمين ودي الرئه الشمال، تحتهم على طول هنا بيبقى موجود عضله الحجاب الحاجز. يعني في هنا عضله؟ في هنا عضله. دي تمام. عضله الحجاب الحاجز دي داخليه ولا خارجيه؟ دي تحت القفص الصدري على طول. من جوه؟ من جوه. تمام. دي اللي هي بتقفل لي الصندوق من فوق، زي ما قلنا احنا قلنا عندنا صندوق نعمله بالاحمر. تمام اهو الصندوق اللي هو ده كده. ايوه كده. ايوه كده. ايوه بالظبط. ماشي، ده الصندوق بتاع عضلات البطن. ده الصندوق. ماشي، من فوق بيبقى الحجاب الحاجز قافل لي من فوق، من تحت عضلات الحوض. تمام، اللي قلنا عليها. تمام، من قدام هنا كده عضلات البطن اللي هي معروفه، اللي هي اللي هي 6 او 8، اللي هي لا اللي هي هم 8 عضلات، 8 عضلات، انما الستة او 8 دول لا، ده هو 8 عضلات اللي هو مجموعه عضلات البطن بالظبط، لكن 6 او 8 دي اللي عضلات 6 باكس او الايد باكس او ايد باكس. ماشي تمام. تمام. طيب يعني دي العضله الاماميه اللي هي كده تعتبر صح كده؟ بس ماشي، بس انت متخن الدنيا قوي. ماشي، ما يعني كروكي. ماشي. طيب دي الاماميه. دي الاماميه. الجانبيه؟ ايوه الجانبيه. لو عايز القلم التاني اهو. الجانبيه بقى ايه؟ بتبقى جيالي من هنا كده. من الضلوع. من هنا، الدلوع. انا هشاور من هنا. من هنا كده بالظبط، من هنا. من الحته دي. من الضلوع. ماسكه كده. ايوه، علشان كده انت بتقول لي بتبقى ماسكه العمود الفقري. ايوه بالظبط، يعني هي جايبه من عند العمود الفقري من ورا
جايه من على ورا ومن الضلوع وجايه لقدام. لقدام فين بقى؟ قدام في الحوض. في الحوض يعني، في الحوض. دي نازله كده بالظبط، يعني العضله دي جايه من هنا كده لهنا. ايوه يعني نقدر نقول كده بالظبط، نقدر نقول كده دي أيوة. عضله. ايوه وعكسها الناحيه الثانيه. وعكسها الناحيه الثانيه ماشي بالظبط. ده متحزمه. ايوه هي حزام فعلا زي ما قلنا، كرسي. تمام ماشي تمام. في بقى دي دي تعتبر الجانبيه. دي الجانبيه ماشي. دي اللي بتخليني يبقى ادي عضله، الف يمين الف شمال الكلام ده كده. عضله اتنين تلاته كده، تلات عضلات. تمام. الرابعه بقى اللي هي بتبقى بالعرض كده، اللي هي هنا. ايوه بالظبط، دي بتبقى مسكالي. مسكالي من الظهر جايه لي لقدام على الحوض من الظهر من ورا، اللي هي من هنا من الظهر، اللي هي من هنا كده على الحوض. بس هي ما بتبقاش مايله كده، هي بتبقى بالعرض اللي هي في الحته دي. ايوه بالظبط. تمام. ايوه تمام، هي في الحته دي. يبقى كده اربعه. ايوه واحد اربعه، واحد اتنين تلاته اربعه. حلو. اربعه يمين واربعه شمال يبقوا كام؟ تمانيه بالظبط. صح كده. صح كده؟ صح كده. تمام. طيب ده كده تقسيم عضلات البطن. طيب انت بتقول لو دي اللي هي بتاعت الحجاب الحاجز ضعيفه التنفس فيه مشكله. بالظبط. صح كده؟ لو بتاعت البطن دي ضعيفه الجهاز الهضمي فيه مشكله. الاخراج بقى بتاعي فيه مشكله. فيه مشكله. لو الجانبيه دي مش مظبوطه العمود الفقري فيه مشكله. بالظبط. صح؟ بالظبط. طيب عايز ترسم حاجه؟ عايز ارسم حاجه. نقول ماشي. نقول يعني عايز اتكلم في موضوع كده خاص بالرياضيين شويه. بالرياضيين ماشي. اللي هو دايما معظم الرياضيين وخاصه اللي هم لعيبه الكوره دايما تيجي لهم اصابه في العضله الضامه. في العضله الضامه. دي نشرح على هنا ولا نرسم رسم معين؟ لا نرسمها لهم. نرسم رسم معين. ماشي. لو قلنا مثلا ان ده الحوض بتاعنا. ده تمام. الحوض. ده الحوض. تمام. ودي العمود الفقري. العمود الفقري. تمام. تمام. ودي كده الراس بتاعتنا اهي مثلا. ودي الراس. ماشي. ماشي. تمام. ودي كده الرجل. ماشي. معلش بقى انا الرسم بتاعي. ماشي ماشي. يعني سامحني. ودي الرجل. تمام. تمام. انا عندي. ماشي عايز خد اللون الاحمر للعضلات اهو. ده عندي الحوض، الحوض في النص. تمام. فوق العمود الفقري تحت الرجل. تمام. الحوض علشان يبقى متثبت كده في النص عضلات البطن بتشدهولي لفوق. تمام. وعضلات الرجل المفروض بتشدلي لتحت. القوتين دول المفروض يبقوا متساويين. النسبة هنا قوة العضلة هنا زي قوة العضلة هنا. قوة الشد هنا تبقى قد قوة الشد ده هنا. تمام. فوق. هنا طبعا عضلات البطن. يعني احنا قلنا هنا كده. هو هنا لو عملنا هنا هيبقى هنا اللي انت بتسميه الكور. الكور. اللي هو هنا كده يعتبر. ايوه. ده الكور صح كده؟ بالظبط. ايوه. هنا. طيب عشان بس الـ 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 المشاهدين اللي بيشوفونا ده شكل كروكي لجسم الانسان كعظم. وهنقول العضلة بتاعت البطن موجودة فين، أهميتها إيه، وإزاي أعرف إن المشكلة عندي في عضلة البطن أو عضلة العضلة الضامة أو في عضلة في الظهر أو في عضلة الرقبة، لأن تعتبر الصندوق ده أو الكور بتاع الجسم أو عضلات البطن كاملة بتاعت الجسم هي المتحكمة بنسبة كبيرة في عضلات الجسم. الجسم كله. الجسم كله. تمام عشان بس اللي بيشوفونا. نكمل. فاحنا قلنا هنا عضلات البطن من قدام هي والرجل، وهنا طبعا هنا عضلات الظهر. عضلات الظهر بتشد لي برضو هنا الظهر. الظهر ماشي. وهنا هنا البطن. وهنا طيب. الرجل معروف ماشي. تمام. الرجل من قدام والرجل من ورا. هي قوه يعني الجسم كله عندنا ماشي بقوه بتوازن. تمام. انت سالتني في حته طالما انتوا جايبيني كامل صح. طب مره شرحت لي ازاي الجسم متقسم وموزون. تمام. علشان برضو يفهموا الرسمه دي. تمام. هاتوني انا كطول. هاتوني انا طول. هاتوني انا طول. تمام.
احنا نشرح. قلنا لو الوزن بتاعي نازل من الراس على العمود الفقري تمام على الحوض تمام المفروض وزني دوت بيتوزع بنسبه متساويه على 50% على الرجل دي 50% على الرجل اليمين و 50% على الرجل الشمال تمام دي لازم تبقى شايله بنسبه 50% ودي 50% ما ينفعش واحده تشيل اكتر من ثانيه لو شالت اكتر من ثانيه هتتعب فهي متقسمه عضله البطن ليها التحكم في التقسيمه دي طبعا ما هي منزلها لي بقى التقسيمه دي من قدام الوزن ده نازل لي من قدام تمام ومن الجناب ومن يعني هي مقسمه على الرجلين اه قدام من... كمان وورا قدام لا ورا بقى الظهر ورا الظهر ورا عضلات الظهر عضلات الظهر مش البطن اه الظهر البطن منزل لي الوزن من قدام والظهر منزل لي الوزن من ورا طيب تمام نكمل لو عضلة البطن هنا ده اللي انا فهمته حتى الان لو عضلة البطن هنا اقوى من عضلة الضمة لا سوري لو البطن ضعيفة عن الضمة يحصل ضمة وغالبا يحصل اصابة في الضم طبعا معظم الناس بيبقى عندهم عضلات البطن ضعيفة يعني او مش مهتمين بيها هي اصعب عضلة اصلا هي مش اصعب ولا حاجة انت لو وظبت عليها بتلاقيها زيها زي اي عضلة بس احنا عشان بنكروتها في التمرين وما بنديهاش حقها فبتحس ان هي صعبة انما هي زيها زي الباي في بداية التمرين بتبقى الدنيا صعبة بعد كده الدنيا طيب علشان الوقت لازم عضلة البطن تكون قوية علشان تمسك الصندوق اللي احنا شاورناه ده تمسك الحوض تمسك الحوض والحجاب الحاجز والظهر والبطن صح كده اللي احنا محتاجين الرسمه دي في حاجه طب اكمل بس نكمل. الدنيا نكمل احنا قلنا لو العضله الضمه اللي في الرجل اللي هي بتبقى الضمه من جوه اللي بتضم لي لجوه كده تمام هي ماسكه لي من العانه كده وماسكه في عضله الفخذ دي اللي بتضم لي الرجل دايما معظم اللعيبه لما يجي يشوط كوره يشوط بالعضله الضمه دي فبيستخدمها كتير تمام لو عضله البطن مش قويه لو عضله البطن مش قويه الضمه دي هتبقى هي اقوى من فوق يعني تحت هيبقى اقوى من فوق يبقى تحت هيشد لي اكتر من فوق هيشد العضله تحت اكتر من فوق هيشد الحوض هينزل الحوض لتحت شويه فجيب لي ضمه فالعضله الضمه الحوض قرب منها فقصرت شويه لما تقصر تحصل لي الاصابه اللي دايما يشتكوا منها عنده يعني ايه عنده الضمه؟ يعني عنده التهاب في العضله الضمه للرجل اللي بتضم الرجل دي تمام طيب معانا دقيقه ونص تمام فانا ممكن لو فضلت اعالج الالتهاب بتاع العضله الضمه ده بالليزر بالالترا ساوند مش عارف هيرجع ايه الكلام هيرجع تاني لان المشكله اساسا من ضعف عضلات البطن عضلات البطن مش شدالي بالقوه مش شدالي الحوض لفوق بالقوه المفروض تشد بيها فهنا معظم اللعيبه في الموضوع دوت نلجا ان احنا نقولهم عضلات البطن تلاقي الضمه خلاص خفت في ثواني يعني طيب اي معلومه تاني في موضوع عضلات البطن لا. في حاجه ناقصه في عضلات البطن لا تمام كده نقعد يعني اتمنى نكون وصلنا المعلومه بشكل مبسط للمشاهد طيب انا كده هلخص سريعا عضله البطن هي الكور او المركز لعضلات الجسم كله ايوه لو عضله البطن مش قويه هيحصل عندي مشكله في التنفس هيحصل عندي مشكله في المشي هيحصل عندي مشكله ان انا بقوم من النوم او بعد من النوم بتحصل مشكله عندي في عمليه الهضم والاخراج صح كده الإخراج. ليه علشان تقول لي عضله البطن دي بالوصف اللي احنا وصفناه ده هي بتحزم مركز الجسم كله او وسط الجسم كله بتحزمه علشان بتبقى ماسكه ان كان الجهاز الهضمي او الجهاز التنفسي او العمود الفقري وفي نفس الوقت بتخلي عندي قوه ان كنت بمشي او كنت اقوم او كنت بقعد عشان كده بتقول لي هي العضله الاساسيه او من العضلات الاساسيه المهمه للجسم لازم نهتم بيها صح كده الجهاز الهضمي طيب في اي حاجه تاني لا تمام احنا وقتنا خلص ومن اجمل الحلقات اللي فيها معلومات استفدت بها جدا يا دكتور الله يخليك يا استاذ محمد الارقام على الشاشه ارقام الدكتور احمد الشعراوي اخصائي العلاج الطبيعي اللي محتاج منه اي معلومات او محتاج منه اي استفسار يكلمه بعد الحلقه مباشره خلصت حلقتنا بس بكل روح رياضيه مكمل معانا النهارده ما اتكلمناش عن عاش
ان شاء الله باذن الله فيديوهات عايش هزعها الحلقه الجايه. عندي فيديوهات كتير جدا، بس انا عارف ان الحلقه النهارده كنت محتاج كل دقيقه فيها علشان الموضوع معلوماتي بحت كتير جدا. نورتنا دكتور احمد، ولينا حلقات ثانيه وثالثه ورابعه. الله يخليك. الله يخليك. خلصت حلقتنا، استنوني الجمعه الجايه الساعه 12 بكل روح رياضيه عايش.